الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في أعمال رمضان في حاجة مهمة بتروح مننا، إيه هي؟ قضية الإخلاص. يعني لابد أن تحدث نفسك دايما دايما كده، تحدث نفسك أنا بصوم لمين؟ لله. واضح؟ قضية الإخلاص بتاع العمل، إنك أنت بتقول لنفسك جوه مش لحد، هذه لله، تركتك لله. تعرف إن الإخلاص ده أصل العمل. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حدد مقومات العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فأنا عايز أعود قبل رمضان، وده أول واجب، إن قبل رمضان كتير من الناس دخلوا تصوم صوم عادة. لا، غلط. صوم صوم عبادة، أن الله أمرني فأتمرت. كتير دخل من الناس يقول لك فرصة، أهو نخلص بقى من الكرش بقى ونخلص من الكلام ده وخلينا بقى نظبط الدنيا وإذننا. غلط. أنت تقول أنا أصوم لله، فتبدأ من النهاردة تجهز نفسك نفسيا، أن الله أمرني بأمر فأنا أأتمر بالأمر. إحنا بنقول إن العبادة عبارة عن حاجتين اتنين، أمر ونهي. أمر إنما كان أقول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ربنا قال صوم شهر رمضان على العين والرأس، فأنا بأتمر بأمر الله، فبقول له يا رب أنا بصوم بس عشان أنت أمرتني. حاجة تانية، إن هذا الأمر أنا أصوم فيه، فأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الله عز وجل يقول ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أحط من أجل دي نصب عيني، أنا سيبها لك أنت بس مخلصا، فاعبد الله مخلصا له الدين. ركز على الإخلاص، أنك أنت تبقى صايم بس. حتى هم بيقولوا أن الصيام عبادة لا رياء فيها. ترى إزاي؟ ما أنت ممكن تأكل في بيتك وتشرب وتخرج الناس تقول لهم أنا صايم. فالنهاردة هذه العبادة أنت تقول في كل لحظة هذه لله، أنا صايم يا رب ليك، أنا صايم يا رب ليك. تعرف من الجمل اللي رايحة مننا تماما، أنا كنت عايز أعملها في حلقة منفردة بس مش مشكلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا إيمانا. إيمانا دي أنه أمر من الله، فبموجب إيمانك تطيع أمر الله عز وجل، واحتسابا هو ده عين الإخلاص، إنك أنت بتقول لله جل جلاله إذا كان أمامك الطعام اطعمه، وقدامه وانا لوحده ومحدش شايفني، هو فالله يراني، فانا اتركها لله مخلصا. انا بسيء الاخلاص. يا جماعه العمل الصالح ليس له الا شرطان، الاخلاص والمتابعه. الاخلاص ده انك انت من جوه قلبك، من كل قلبك في حياتك كلها، كل شويه تذكر نفسك انت راح تصلي مين لله، انت بتسبح لمين لله، انت بتذكر لمين لله، انت بتقرا لمين القران، انت صمت لمين لله، انت راح تصلي قيام لمين لله، انت بتعمل ايه لله. يعني انا مش عايز محمده من حد، لا انا مش عايز حد يشكرني على حاجه، مش عايز فلوس من حد، لا مش عايز مكان عند حد، لا مش عايز. فكل شويه تذكر نفسك لله، هو ده عين الاخلاص. صايم لمين؟ لله. تيجي كل يوم كده وانت بتصحر تقول يا رب، بس جوه جوه في قلبك، لا تجهر به. كل شيء يقول يا رب قمت من احلى نومتي لاتسحر، لان السحور بركه، لان باسمه قال في السحور بركه، ثم هذا انا اصوم لك، اصوم لك لا لاحد غيري. مش عشان الدكتور قال لي ما تاكلش، ولا علشان بتاع الرجيم قال لي ما تاكلش، لا، لأنك أتمرتني فأتمرت بأمرك، ونهيتني فانتهيت بنهيك. قلت لي ما تقربش من مراتك دلوقتي، حاضر. ما تصومش، حاضر. ما تاكلش، حاضر. فأنا عبدك
وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. كل شوية تذكر نفسك بالرسالة دي، هي دي عين الإخلاص. قل لنفسك كتير عشان ما تبعدش عنها وما تنساهاش، عشان ما تنشغلش وتفاجأ إن كل حاجة راحت منك. ركز، الإخلاص. اللهم ارزقنا الخير الخاصة واجعلنا من أهله. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.